لماذا يصاب الأطفال بكسل العين؟ هناك ثلاثة أسباب شائعة لكسل العين. الإصابة بحول العين. إن السبب الأكثر شيوعاً لكسل العين هو الإصابة بحول العين، وهو اختلال التوازن في العضلات المسؤولة عن تثبيت وضع العينين كما ينبغي. هذا الاختلال يمكن أن يتسبب في حول العين أو انحرافها. كما يعمل اختلال التوازن العضلي على منع العينين من التحرك معاً بطريقة متناسقة. الانسدادي. يحدث كسل العين الناجم عن الانسداد في حالة وجود مشكلة بإحدى العينين، مثل منطقة معتمة في عدسة العين المياه البيضاء، وهذا يحرم الطفل من التمتع برؤية واضحة بالعين. الانكساري. ينتج هذا النوع من أنواع كسل العين نتيجة للاختلاف الكبير بين الرؤية في كل عين بسبب قصر النظر أو طول النظر أو وجود خلل في سطح العين. استيغمازيوم. وهذه هي أنواع مشاكل الرؤية التي يتم تصحيحها بشكل نموذجي باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة، وفي بعض الأحيان يكون زيغ العين هو أول علامة لورم العين، ويميل كسل العين إلى الانتشار بين أسر معينة، ومن المرجح أن يصيب الأطفال المولودين قبل الأوان أو منخفضي الوزن عند الولادة أو المولودين في عائلة لها تاريخ مرضي بإصابة الأطفال بالمياه البيضاء أو مرض خطير في العين. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك وشارك الفيديو.